صباح الخير يا ست الكل. صباح الخير يا حاج، صباح الخير يا دكتور. صباح النور. بص يا ست، احنا جينا بقى نبشرك انه في خلال اسبوع 10 ايام بكتير قوي هنكون جاهزين لعمليه زرع القلب. ايه ده، لقيته متبرع؟ ايوه ماما، الحمد لله لقيته متبرع. يا الحمد لله، انا كنت ابتديت افقد الامل. لا يا هانا، ما تفقدش الامل في الله، احنا عندنا هنا حاله في المستشفى فاضل لها ايام، وان شاء الله بعد الوفاه فورا هنكون جاهزين للعمليه. ويا ستي كمان دكتور ألفريد ماكفلاي هو اللي عامل لك العمليه زي ما وعدتك. شد حيلك بقى، انا لسه مكلمه من شويه. هو مين اللي لقى المتبرع؟ انا ماما لقيت متبرع، ست غلبانه كده بس انا راضي عليها كويس قوي، ما تقلقيش. ام حبيبه. ايوه صباح الخير. اهلا. صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. ست سعاده فين؟ لا مش عارفه، الدكتور جه خدها عشان تعمل اشاعه. وحبيبه معاها ولا فين؟ لا ده في واحده شبه ناديه الجندي جت خدتها ومشيت. شكلها ايه بالظبط؟ حلوه وبيضه وشعرها اصفر. طيب بعد اذنكم. اتفضل. امي فين؟ مع الدكتور بيعمل لها اشاعه. اشاعه ايه وزفت ايه؟ انا عايز امي دلوقتي حالا. في يا حبيبي اهدي شويه. انت جننتي؟ اسكتي انت بس، انت مش فاهمه حاجه، بس انا فهمت، فهمت يا حازم بيه. طب ممكن بعد اذنك تهدي شويه عشان اعرف يا عم ايه بقى وش الملاك اللي انت لابسهولنا ده؟ ما مراتك خلاص قالت لي على كل حاجه. مراته؟ ايه الحكايه؟ الحكايه ان البيه اللي عامل نفسه بتاع ربنا وبتاع خير جايب امي هنا عشان ياخد قلبها يديه لامه. يعني من الاخر كده جايب امي يقتلها عشان امه تعيش. ايه دي الحكايه؟ فهمتوا دلوقتي احنا هنا ليه؟ عشان البيه حرام يا عطاء. بس يسرق مين؟ يسرق الغلابه اللي زينا، الولايه اللي ما عندهمش راجل. بس ربنا بعت مراتك في الوقت المناسب عشان تفضحك وتكشفك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اللي انت بتقوليه ده، اولا رفايده دي مش مراتي، احنا بنتطلق. بتتطلقوا ولا بتتنيلوا؟ انا ماليش فيه، انا عايز امي دلوقتي حالا، عايز امي تسمع ولا لا؟ بس عارف لو حصل حاجه لامي انا هقتلك بسناني. انت جبت امي هنا عشان تاخد قلبها صح ولا لا؟ ما ترد. ممكن تديني فرصه عشان ارد؟ سيبيه يتكلم، سيبيه يتكلم. الموضوع مش كده خالص، انا فعلا عايز اعمل عمليه زراعه قلب لامي. كنت بدور على حاله متاخره بس يكون قلبها سليم وكويس، ولما فكرت ان اجيب مامتك هنا فكرت عشان تعيش بس اخر ايامها في حياه كريمه معززة مكرمة. وأقسم بالله يا حبيبة، أقسم بالله العظيم ثلاثة، إن أنا ما قصرتش وكنت براعي ربنا جدا في علاج والدتك. بس للأسف والدتك حالتها متأخرة أوي، تقريبا الكبد بتاعها منتهي. أنا مش قادرة أصدق إنك ممكن تتخيلي إنها زومك. لا تصدق بجد، أنا كنت ظلمك. أنا عايز أمي دلوقتي حالا، أنت فاهم ولا لأ؟ أرجوكي فهميني، اقسم بالله انا بحبك وعايز اتجوزك، وما فكرتش خالص ان اخد اي اجراء ولا حتى ابلغ امي بالعمليه غير لما اتاكدت ان امك ايامها معدوده. حبيبي انت امك بتموت وانا كمان امي بتموت، وبعدين احنا كده كده في بلد فيها قانون. انا ما كانش ينفع اعمل اي حاجه زي كده من غير موافقه مامتك نفسها. يعني بمنتهى البساطه، لو انتوا في الاخر مش موافقين انا مش هقدر اجي بقى. واحنا بنقول لك اهو، بنقول لك اهو من دلوقتي احنا مش موافقين. طيب خليني اثبت لك حسن نيتي. دول شيكاني، واحد فيهم باسمك والتاني باسم اختك، كل واحد فيهم بمليون جنيه قبل انك توافقوا على التبرع. مش عايزك تقولي اي حاجه، فكري بس في اللي انا هقوله لك. اولا انا فعلا بحبك وعايز اتجوزك، ثانيا انا مش عايز اعمل اي حاجه خالص من غير موافقتكم ورضاكم. ولو الست سعاده مش مكتوب لها تعيش فانتوا في ايديكم انكم تنقذوا حياه امي. فكري براحتك وردي عليا بعد اذنكم. مليون جنيه ده هنصرفهم في ايه ولا ايه؟ ده الدنيا هتزهزه لنا.
تزهزه ايه يا قبلتي؟ انتي مش واخده بالك ولا ايه؟ انتي هتبقي قابلتي رب كريم. اه صحيح، ده انا هكون موت بعد الشر. طب وماله؟ طب فكري فيها كده، يعني قلبي ده انا هعمل بيه ايه لما اموت؟ ولا حاجه. مش يمكن لو اديتهولها وكان سبب في شفاها ربنا يدخلني الجنه، وكمان اموت وانا مطمنه عليكم. ايه بس الكلام ده يا ماما؟ ايه بس اللي مش عاجبك في كلامي؟ ما انا كده ولا كده هموت، النهارده ولا بكره هموت. هموت زي ما كل الناس بتموت. ايه يعني المشكله لو اسيب لكم قرشين تستنفعوا بيهم بعد ما اموت؟ طب يا ريت يا ريت يعمموا الحكايه دي على الاقل الناس الغلابه اللي زينا يلاقوا حاجه يورثوها لاولادهم. انا مش موافقه على الكلام ده. بس يا حبيبه ماما معاها حق، يعني بعد عمر طويل ايه المانع يحصل تبرم؟ دول 2 مليون جنيه. هو الراجل ده ما عملش حساب انا كمان ليه؟ يا نهار اسود، انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انتوا بتبيعوا وبتشتروا في لحم امي وهي لسه على وش الدنيا. اسكتي اسكتي، انت اصلك خايبه. طب ايه رايك بقى ان انا موافقه ومصممه؟ قلبي يا اختي وانا حره فيه. مبروك يا أستاذ حازم، اللي أنت تمنيته هيحصل. أمي وافقت عشان إحنا نعيش على المبلغ العظيم اللي حضرتك عرضته علينا قصاد حياة والدتك. ومبروك كمان تاني مرة إن إحنا وافقنا إن إحنا نتبرع بقلب أمي من غير ما ناخد ولا مليم. بعد الوفاة طبعاً بعد عمر طويل، عشان بس لحم امي مش للبيع. حازم بيه يا باشا يا محترم، بس في حاجه لازم تعرفها، ان من اللحظه دي انا مش هفارق امي، ومفيش اي دواء ولا حقنه ولا اي حاجه هتتعمل لها غير لما نكون عارفه ده ايه وليه. وأمي هي اللي عاشت، أهلي حياتهم اتغيرت بقت أحسن، أحسن بكتير. فتحية اتجوزت حمدي وخلفت ولد زي القمر وأحلام اتجوزت الدكتور سمير. أما أنا فبكل شجاعة وقالوا عليا مجنونة رفضت اتجوز حازم، مع اني سامحته، خصوصا بعد ما امه انقذت حياه امي. من ساعه ما دخلتي حياه ابني وهو حالته اتغيرت خالص. رجع يا حبيبي زي زمان، يضحك ويهزر. في الاول ما كنتش فاهمه السبب، بس بعد ما شفتك بسم الله ما شاء الله عليك فهمت. احكيلي بقى يا بنتي، مامتك عندها ايه بالظبط؟ قولي ما عندهاش ايه. الحكايه بدات. اسمعني يا دكتور، انا حاسه ان انا هموت قبل الست سعاده، مش هي اللي هتموت قبلي. ولو ده حصل انا عايزه اتبرع لها بالكبد بتاعي، وانا اللي هوفر لها تكاليف زرع الكبد. بس لو سمحت يا دكتور، انا مش عايزه اي حد يعرف حاجه عن الكلام ده الا بعد ما اموت، لو سمحت. بس بالرغم من كل ده ما كنتش ممكن اتجوز راجل
أنا عارفة ووعية إن الفرق بيننا أكبر من إني أغمي عيني عنك. دلوقتي بيحبني وعايزني، بس بعد كده يا عالم إيه اللي ممكن يحصل؟ لكن والله فرحت من قلبي لما قدر يرجع شركته مرة تانية ويخلص من رفايده بخطة حلوة مني ما شاء الله عليه. والله حازم إنسان طيب ويستحق إنسانة تحب، بس تكون من طوب. وأنا برضو ما قطعتش علاقتي بيه، وبقى يجمعنا الخير. حالات كتير الله يبارك له حازم بقيت أدله عليها وهو يتولاها، ودي أكتر حاجة بتسعدنا أنا وهو. حقيقي كل ما بشوفه بيصحي جوايا مشاعر. لكن أنا عارفة إن نصيبي لسه في علم الغيب، صحيح البيت فضي علينا، بس كفاية إني لسه قادرة أخد أمي حبيبتي في حضني وأنام.